لا 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 حسن هيدا تبي ما شاء الله ما شاء الله باقي واحد اللي هنا ما تعال نفداك تعال يا وليدي تعال قال ما شاء الله هذا قلت له انا اسناني تركيبه قال بديك اخر الليل عشان اضبط اسنانك لكن خلنا نشوف ايش عنده يا هلا اوه هلا بالاشقر اهلين عمو اهلين كيفكم تقرب لطوني انا جورج جورج كيفك اهلين حبيبي كيف اخبارك يا مرحبا اخبار المدام لا انت جورج شكلك كذا ان يقول انك من النماص من لا لا من بيشه ولاك من بيشه بيشه في جورج في بيشه في جورج بس انه جورج القشيري مو شو القرداحي ما شاء الله ايش شو بدك شو بدك انت جايني هيدا شوف اذا ام اشران دامت الماس ولكن انتبه اذا ام اشران تشتكي من ريحه تمك شويه تقوله انه والله خابر انك عارف هيدا بينظف فمك يا سلام الاكل اذا اكلت مفاتيح عاد انتم ما شاء الله مفاتيح وحركه انه والله نحب الحشوان ايه هيدا يطلع الاكل حلو أيوة. الباقي بالاسنان اوكي يا سلام وفي عباره يقول لك حلو ما فرش من وكسانة ما راح تنسانا ما شاء الله وانا احس انك مش رومانسي مع المدام شويه يعني ما اعرف للرومانسيه هذه بعد يبغى يعيبونك مو رومانسي اطلع في نشره الاخبار في غنيه بدي اياك تعطيهم اشراف ايوه هي عجل علي عشان تكني راح يلا يلا قول انت تسمعين ام قشرات اسمع بس شوي عندها ما شاء الله ما شاء الله حبيتك يخرب بيتك شو حبيتك يا ام شران اذا اعطيتها شو بك عمو 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 حجزني شوف عمو 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 الله يعطيك العافيه دقيقة عمو دقيقة بجيك ضيق تنفس صح؟ باقي عندك شيء ثاني تقوله؟ ايه باقي حق البخار تروح مستشفى وتتعب لا على طول من عندك ليش؟ هذا وش هو هذا حق ال حق البخار ما شاء الله تبارك هذا كم قد استخدمه واحد؟ ولا واحد توي توي هب هب يقول لك ما شاء الله رجعت مرة ثانية للحياة شفت هيك عطم قشيران شويتك لا بفرش لها الله يعطيك العافية ما شاء الله عادي باقي شيء تقوله بدي افرش لها بس كم كود خصم كود كود دبليو 17 ما شاء الله ما شاء الله خصم 15% اوكي ما شاء الله غدت سنونها بيضة ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ايوه انا فداك اجل لاني باقي فيه ندق على ناس نسمعهم ويسمعوني اوكي عمو انا هيدا اللي عندي بس وسلامتك الكود دبليو 17 عجبتني والموال عجبني انا بعطيك انت كريم احنا نستاهل 350 ريال شكرا عمو شكرا